إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. يا من إليك إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاستخارة دعاء يدعو فيه الإنسان ربه أن ييسر له الخير ويصرف عنه الشر، ويظن كثير من الناس أنه لابد بعد الاستخارة وبعدما يكررها مرة واثنين وثلاثة إلى سبعة إلى أكثر، خاصة في جوف الليل، يظن أنه سيرى رؤيا منامية، وهذا ليس شرطا، وليس من شرطها أن يرى بعدها رؤيا يقال له فيها افعل كذا ولا تفعل كذا، لا، بل من علامتها التيسير. فإذا أقدم الإنسان على ما استخار فيه ربه فوجده ميسرا ووجد أبوابه مفتوحة له، فإن فيه الخير إن شاء الله، وإن كان غير ذلك ورأى فيه عسرا فإنه ينصرف عنه. بمعنى علامة الإذن التيسير، علامة أن تمشي في الشيء الذي استخرت الله فيه التيسير، تيسير الأسباب، تجد الشيء متاحا مباحا تستطيع أن تفعله ميسرا. أما إذا وجدته معسرا فهذه أثر ونتيجة الاستخارة، فلا نفعله ويصرفنا الله عز وجل عنه ويصرفه عنا، والله أعلم. يا من إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.